عصام خضور خضور، تولد 1944، مدرس لغة عربية في ثانويات جبلي. اسمي أميرة وردة. أنا من فترة اتصلوا فيني منظمة كاريتاس لحتى لي على الاجتماع، وأنا كنت بجهل هالمنظمة، ما بعرف شي عنها أبداً. تفاجأت إنه كان في مجموعة كتير كتير ظريفة من السيدات مجتمعين. جاءتني رسالة من منظمة كاريتاس، وذهبت في جلسات مستمرة كل أسبوع تقريباً مرة واحدة. سعدت كثيراً بمعرفة هؤلاء الشباب والطبيبات اللواتي كنا يقدمنا الخدمات الكثيرة من معلومات يجهلها الكثيرين، كالآلام النفسية التي يعاني منها كبار السن، وكنا جميعاً من كبار السن. هالمنظمة قدمت لنا كثير شغلات مهمة ومفيدة، مثلاً شغلات صحية عن أمراض السكري، عن أمراض الضغط، عن التغذية، قدمت لنا عن الوضع النفسي مثل المعالجة النفسية، وتقديم الكثير من الفوائد. حيث أولاً، أول فائدة أنها جمعت مجموعة من كبار السن، وصرنا جميعاً كعائلة واحدة، وزادت العلاقة بيننا وبين العاملين في منظمة كاريتاس لدرجة كبيرة جداً، حتى صرنا نشعر بأنهم منا ونحن منهم. ختام، أنا بتشكر كل القائمين على هالمنظمة، منظمة رائعة جداً.